تعتزم الحكومة إعداد وضبط نموذج تنموي جديد سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة، يرتكز على التخطيط والمشاركة في كل الفاعلين من إداريين بما في ذلك المجتمع المدني والمواطنين. كما أطلب منكم الحرص، كل الحرص على الاهتمام البالغ لتجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال الجلسة الافتتاحية في هذا المجال، مع العلم على تحديد الأولويات وضبط الأجال بدقة لتنفيذ هذا المخطط الاستعجالي من أجل تدارك فوارق التنمية المحلية، خاصة بالمناطق الجنوبية والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن.